اوكي، فيديو اليوم تبعنا يا جماعة الخير هو على ترند شيرين بيوتي. تبع تعرفوا يا جماعة شيرين نزلت غنية، فالغنية كتير حلوة. انا بصراحة يا جماعة سمعتها وعملت عليها رد فعل وعجبتني كتير كمان يا جماعة. اوكي، فالشي الاحلى من هيك، الاحلى من هيك اوكي، انه عملوا لها رقصة. هي اصلا اوريدي الرقصة اللي رقصوها بالفيديو كليب، فكتير الناس رقصوها فطلعت كتير حلوة يا جماعة. يعني للأمانة يعني كتير كتير حلوة الرقصة. فحبايب قلبي اليوم رح نشوف، في كتير من مشاهير منهم بيسان ونعريهم كلها يا جماعة عملوا عنا هالرقصة، نشوف مين أحلى رقصة له. وكمان يا جماعة في شغلة إنه في شباب عملوا على الرقصة بطريقة تانية، طريقة كتير بتضحك يا جماعة الخير. ما بدي كتير أحلق عليكم الفيديو، تابعوا الفيديو كله رح تشوفوه. فحبايب قلبي قبل ما نبلش فيديو حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، واكتبوا لي كمان على أي ترند حابين نعمله، شو حابين نعمل ترندات كمان. بحبكم كتير، رح نبلش فيديو سب سبسكرايب يا غنيم. كبداية يا جماعة هي الرقصة الأصلية هي لشيرين، تمام، والأغنية شيرين وهي نارين معه. شوف الرقص، شوف الإبداع، شوفوا شوفوا يا جماعة، حبيتها كتير كتير الرقصة، حتى خاصة هي اللي الترجيعة لنارين. شوف شوف شوفوا هاي، الله عليكم. بس تحسوا نارين، تعرفوا كيف يا جماعة؟ تحسوا نارين عم تتعلم من شيء، شوي هيك ارتاح شوي بالرقص. بس بظن هي وقت التدريب صح؟ شوفوا تحسوا عم تتعلم. الله عليكي يا شطورة، انت واثنيناتكم شطورين. شوفوا هون كمان الرقصة، كمان هي وبيساد. شوفوا بيساد أحلى شيء، بيساد ترقص. شوفوا تفضلوا. بس تعرف ترقص هاي بيساد. بيساد حبابة يا جماعة، والله حبابة عسل مسكينة. الله بيساد والله حبابة. شوف هاي كمان يا جماعة، واحد هاي واحدة تانية، هاي واحدة تانية اوكي. عمي الله البني، الله قلبهم طيب بنات. شوف هون شو عم يعملون، ها نارين نازين. ايش هي نارين؟ ها رسمة يعني حلو، والله كفو 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 انك كفو. ها شيرين هاي بغرفتها، هاي شفت الفيديو انا. واو واو عجبتني كتير الرقصة يا جماعة كتير. شوفوا شوفوا هاي كل الناس عملوا عليها كمان. مين هاي؟ حلوة والله البنت. ترى عم بمزح. حلوة الله عليكي. اه لحظة لحظة، هاي البنت شلون؟ ايوة لا مو زبطية منيح ربك، كان أكتر هيك تحس زبطية، كان هيك أكتر زبطية شوي تصير معك فخامة. أوه هي شو اسمها، مارلين الحي. مارلين شوف، مارلين الحي بتعرف ترقص ولا لا؟ أول مرة أشوف رقصنا مارلين الحي. رجع شوي شبه مارلين، ليش هيك ما نطيت؟ لا هلا حلو، بس انه بدي احكي لكم شيء يا جماعه، ما زبطت الرقصه ابدا، ما زبطت ابدا ابدا ابدا. حاسه خجلانه انه بالشارع هيك فعلا. ها
هذا مو هذا نفسه اللي بيستفزني، هذا مو السمين، هلا هذا السمين موضوعه تاني، هذا التاني اللي بيفتح لايفات. امي بترقص على اللايف، اللي حابب يشوف امي هي عم ترقص على اللايف يفوت على، يخرب بيتك بس مشان الناس يفوتوا على اللايف. شو عم يصير بالعالم يا جماعه؟ ممكن حدا يفهمني شو هاي في انفه؟ سؤال، لحظة، هاي البنت شو فايدة هاي الشغلة اللي حطت؟ شوف هاي هاي تعبت. حلو والله تعبت. شوف هاي الناس ذن كل عم يطلع علي يا جماعة. والله ها لو امسح التيك توك ما بصور هيك رقصة بنص الشارع وبخلي الناس كلها تطلع علي. هذا تبع، تعال شوف امي على اللايف. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل يا جماعة الخير. والله والله يعني شي بجنن، شي بجنن. هاي الرقصة الأصلية يا جماعة. كفى عليك يا والله الغنية حلوة والله يا جماعة. الكل صدق وصراحة وأماني وكل شيء أوكي، والغنية واو، الغنية كتير كتير حلوة ومبروك على الغنية مليون مرة، كنا مبروك ترى خلاص كيف. فحبايب قلبي هيك كان الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اكتبوا لي تحت بالكومنتات انتم شو حابين ورايكم انتم كمان بالترند، واكتبوا لي هيك شغلات حلوه يا جماعه مثلكم، اكتبوا لي شغلات هيك بتجنن مثلكم. اوكي حبايب، اوكي حبايب قلبي هيك كان الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، بحبكم كثير كثير كثير. شكرا معكم شادي، بشوفكم فيديو جديد. سلام.